عايزين كيلو زيت، الزيت غلي، الزيت ولع، السكر. يا عم ما انت عندك 5 كيلو زيت في الدولاب عندك ولا في النمليه، هما لازم يبقوا 10 كيلو زيت. قله ايه 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 دي؟ قله حاله، دي قله حاله، ما تتسماش حاجه ثانيه. ها دي دفعت ابنها، ادفع ادفع جوع، ادفع قله عشاء، دي دفعت ابنها عشان نعدي، والا مصر مش هتبقى موجوده. مصر ما تختاروا واحده من الاثنين.